سمار عم تزعل بابا دايماً. بجوز أبوك مزعوج من شي تاني. بجوز. يلا حشتك لعب، بدك تتحمم. نايماً يا حلو. ينام عليك. يلا مراد بسرعة على الحمام، أنا بالمطبخ. ماشي، أنا رح أجهز حالي وأطلع فورا. شو صاير بالبيت اليوم؟ حدا قالك شي؟ لا، حتى ما اهتميت بالموضوع. إذا بتريدي لا تسأليهم شي. طيب ماشي، أصلاً أنا رايحة، بدي أطلع برات هالعصبية شوي. مراد يلا على الحمام. بدي إلى نهال شغلة. نهال؟ نهالو؟ نهالو؟ شو في مراد؟ في عندي رجاء، رجاء كتير صغير. احكي فوراً، أنا مستعجلة. خليني إجي معك. طلع لبرا. يا نهال الله يخليكي. مراد عم بقلك طلع لبرا، لا طلع لي خلقي. الله يخليكي نهال، بعدك ما رح أفتح تمي بشي وما رح أمزح كمان، رح أقعد جنبكم بس بترجعكي. مراد قلتلك اطلع، بدي بدل تيابي. بس صار لنا زمان كتير ما قعدنا مع بعضنا، وبعدين أكيد بتكون رنين مشتاقت لي. مراد أوف يا أوف. حكينا مع جميلة قبل شوي، بتسلم عليكي. الله يسلمها، كيفها؟ منيحة؟ منيحة منيحة، عم أجهز حالها مشان ترجع. بشير يلا اجيت. أعطيني هدول مصاريف التصليح، هالشهر في مصروف كبير. كاتيا، فيروز خانم عم تنطر تاخدي لها الزهورات. ماشي رح أخذ لها إياها. عدنان بيك ما أكل ولا لقمة، وفيروز خانم ما رح تاكل كمان، ضبيت الفطور وإجي. بس تفيق سمر خانم رح تجهزيه مرة تانية. هي مو بالبيت؟ لا، وينها؟ لا تسألي، مدري شو صار مبارح بالليل، حملت حالة وراحت. أكيد تقاتلوا، عدنان بيك كان كتير مزعوج كمان. إن شاء الله ما بتكبر المشكلة بيناتهم. ما بيصير المرأة تترك بيتها بنص الليل وتروح، عيب. وفيروز خانم مو طبيعية كمان، أكيد في شي مو منيح صاير بيناتهم. شو ما كان يكون نحن ما دخلنا، خلونا نشوف شغلنا. وهذا رأيي. الله يجيب العوائب سليمة. آمين آمين. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. تسلمي. ما في حس بالبيت، وين الكل؟ فيروز خانم قاعدة بغرفتها وكاتيا عندها. سمر لسه نايمة؟ أنا ما بعرف، عدنان بيك رح أشتغل من زمان. فهمت. بشير سيارتي جاهزة؟ جاهزة. لوين رايحة؟ بدي أشوف رنين. بدك تروحي لحالك؟ والله مراد نقع علي كتير مشان أخده معي، بس نحن منطلع مشوار بناتي. لا أنا عم أسألك مشان ما تطلعي بالسيارة لوحدك. لا يكن لك فكر بهالموضوع، أنا صرت عم سوق منيح. بس أنتي لساتك غرة بسواقة يا بنتي. خلي بشير يروح معك. شو في داعي عزبه؟ بيكون معك وبيساعدك. لا تشغلوا بالكم، بروح لحالي. طيب ماشي، خلي رنين تجي معك لهون بعد الظهر، زمان ما شفناها اشتقنا لها. يعني عم تقلي لي تعي بكير. فهمتي. ماشي يلا بخاطركم، مع السلامة. انتبهي وانتي عم تسوقي، مشان الله لا تسرعي وخليكي على اليمين. الله يحفظك ويحميكي. يسلموا. انتبهي منيح. ماشي. شوفي كمان؟ ما في شي. يلا بدنا الحلوان، جميلة جاية بآخر الأسبوع. أي؟ أي؟ وشك رح يضحك. ليش؟ عم تتذاكر؟